موسيقى اللي تستنى فيهم بعد بشوية في منتدى الحياة. منتدى الحياة من الاثنين للخميس مع مريم من ماضي ساعتين للأربعة على الحياة فام. منتدى الحياة رايك يهمنا. رايكم يهمنا 70-35-120 وإلا 77-288-209. كيفاش نحدوا الأولويات متاعنا ونتحكموا خاصة في الوقت في خضم اللي قاعدين نعيشوا فيه بين العائلة بين الدار بين الخدمة بين متطلبات الحياة. هل أنه التونسي فريمون قادر كونه يتحكم في الوقت متاعه وإلا التونسي ما هوش قاعد يعطي فك الأهمية القصوى للوقت وقاعد يتصرف بصفة اعتباطية كان قضى شهور وقضى كما قضى شهور ما قضى شو يقعد فك الحلقة المفرغة هذه. نعود رحب بك الأخصائية والمعالجة النفسية سونيا جبيلي باش نحاولوا ناخذوا منك أكثر معلومات بالنسبة للموضوع هذا وبعد ناخذوا حتى تفاعلات السادة مستمعين كما قلنا قبيلة بشوية سونيا اللي كلمتين مهمين جدا الكوتشينغ والسندروم دو سندروم برون أوت برون أوت ولكن احنا خلينا نبسطوها بلغتنا العامية والإجهاد النفسي الإرهاق والإجهاد النفسي. هي سونيا قبل كل شيء أكيد الوقت قلنا مهم جدا في حياتنا كيف المبادئ اللي لازم يتبني عليها إدارة الوقت متاعنا. إفكتيفمون بون إدارة الوقت كلمة كبيرة لا كلمة هي صحيح كلمة كبيرة ولكن تمشي أكثر في التنمية البشرية إدارة الوقت كيفية التحكم في الوقت كيفية التحكم في الوقت علاش التحكم في الوقت متاعنا علاش نقولوا كيفية التحكم في الوقت خاطر الوقت كيف ما أي فاريابل أخرى نعيشوا فيها في الكون هذية اللي الإنسان هو جاء ليتصرف فيها مش هي تتصرف فيه دونك ديجا العلاقة هذية دونك الإنسان فوالا هذا هو المفهوم دونك الإنسان معناها عنده مهارات وعنده سلوكيات ومكتسبات اللي تخول له كونه هو يلفا أجير دونك هو بشي يعرف يرد الفعل فوالا يتصرف كيفاش معناها يتصرف فوالا إفكتيفمون يعرف كيفاش يتصرف في الكون اللي هو عايش فيه يتصرف في إطار المكان الإطار الزماني يتصرف في الوقت في المدة الزمنية اللي هو فيها دوك فما أهداف فما نظام وفما أعمال يومية يقوم بها هذه الكل تتحدد زادة بفاريابل أخرى اللي هي ساعة البيولوجية متاع بدن اللي هو شنو معناها هو كان هو نحن ديجا الوقت في داخل بدننا معدل على الوقت فما بالك الإنسان دونك أوتوماتيكمون تكون عنده مهارات باش ينجم يتصرف في الأوقات الخارجية في الوقت الخارجي باهي الوقت الداخلي متاع بدننا بيان سور يتفاعل بمفعول الزمن اللي انت فيه صباح ولا عشيه ولا ليل يعطينا طاقه اللي هي متقسمه على 24 ساعه وذيك علاش عندنا وقت محدد متاع نرقدوا فيه ذيك علاش جينا دي سيني متاع طش دي سيني متاع جوع دي سيني متاع تعب متاع حاجات اللي هو اللي بدن وقت استنفذك الطاقه في المجال المعين هذاك ووقتا بعد المخ باش يعطي معناها انذار للانسان باش يقول راه وقت تستحق كون باش تعاود جدد الطاقه نتاعك مثلا في الاكل باش تعاود جدد الطاقه نتاعك مثلا في شرب الماء باش تعاود جدد الطاقه نتاعك تاخذ قسط من الراحه باش تجدد الطاقه نتاعك باغ اكزومبل باش تمشي تعمل انشطه اللي هي تخرجك الضغوطات النفسيه اللي صارت لها تراكمات ثلث يوم كامل ايتترا دونك هذوما الحاجات الداخليه نجمو نتصرفوا فيها باغ كونتر فما الحاجات الخارجيه اللي هي العنصر الفارق عند الناس اللي هو فما شكون ينجم يتحكم في هذا العنصر الخارجي وفما ما عندوش امكانيه باش يتصرف باش يتحكم فيها والنقطه الفيصل ما بيناتهم اللي هو فما شكون هو يلفا اجير دونك هو باش يعرف كيفاش يسيطر جوستمون على كل وقت هذاك دونك هو بيدو واللي ياخذ بزمام امور حياته وفما اللي لا يعيش يقول لك كون عيش كل نهار ونهاري ما نجمش نعمل بروجرام ما نجمش نحصر روحي بوقت معين اتسيتيرا ما نعرفش كيفاش هذوما الكل اللي هو ينقص عند الانسان بسبب هذايا يخليه كونه يعمل تراكمات في ضغوطات نفسيه خاطر يحس اون فان كونت سقف الانتظارات نتاع الاهداف اللي يزمو يقوم بها في اليوم اقل برشا من القدرات نتاعو دونك الفرق هذايا هو اللي يخلق الضغوطات النفسيه اللي من بعد تتمثل في اجهاد نفسي او في لو سندروم برون اوت قول قايل كيفاش نحن دايوغ كان شفت مريم معناها التحكم جوستمون في الوقت والتحكم في الضغط النفسي والتحكم في التوتر وفي الخوف قبل الامتحانات هذوما الكل نتحكموا فيهم لكن فما ديما وراها فما جدول ينظمنا
طريقة التحكم معناها حكينا فيهم بتدخل مجالات هذوما الكل وديما راهو راها فما جدول يخلينا كون نحنق على قد ما تنظم روحك على قد ما تلقى مساحة من الوقت ساعة باش تعمل فيها الحاجات اللي انت ديجا محددهم لروحك كسوا اهداف يومية او اسبوعية او نصف شهرية او شهرية اتسيتيرا دونك انت بعد بيان سور كل مرة يزمك تقف عندك الهدف هذاك وتشوف روحك شنو اللي عملت وشنو اللي مازال وشنو اللي تنجم مازلت تعمله دونك مهم جدا هذوما الايتاب هذيا مرحلة هذه مهمة جدا كنا نعملوها وان بلوس تشوف روحك شنو من المهارات اللي اكتسبتها وانت تعمل في الحاجة هذه وشنو اللي قاعد ناقص ويزمك تخدم عليه باش تكتسبه باش ديما تحسن من طريقة الأداء متاعك ومن طريقة السيطرة على الوقت اللي انت تعيش فيه دونك هذوما دونك بتيتر حاجات دو لوردر جينيرال معناها بصفه عامه اللي خول الانسان افكتيفمون يعرف فاش يتحكم في الوقت نتاعو باه حاجه اخرى اللي هو شنو رانا ما نجموش نعيشو من غير حدود الانسان لا يستطيع العيش من غير حدود اش معناها الحدود راه فما حدود معنويه وفما حدود ماديه كي نحكيو على الحدود المعنويه اللي هما القيم والمبادئ والاحلام والاهداف ونظره المستقبليه اتسيتيرا دونك هذوما اهداف معنويه الاهداف الماديه اللي هي كل ما عنده علاقه بال بالماده بصفه عامه اللي هما ال 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 دونك ال ال الوقت دونك الوقت راهو يتقاس دونك يتقاس دونك يولي مادي معاش معنوي نحكيو على الاهداف مثلا نتاع الخدمه نتاع القرايه نتاع الدار شؤون اللي باش تخدم بهم دونك ذوكم اهداف ماديه مش مشي تقضي باغ اكزومبل باش تخلص فاتوره باش مش تهز ولدك توصلوا للمكتب دونك باش تمشي تقضي حاجه معينه باش تمشي تترفه على روحك باش تعمل نشاط معين عندك باغ اكزومبل معناها ديدلاين اللي هو تاريخ تاريخ محدد باش تتقدم فيه باغ اكزومبل خدمه معينه اتسيتيرا دونك ذوكم حاجات ماديه دونك نحن عندنا قدرات باش نجموا نجاوبوا على هكا معناها الحدود هذوما الكل به يقول قايل كيفاش دونك هو سهل على الاخر هو نحن قلنا التدريب دونك نعود روحي باش ننجم نولي متوازن في وقتي متوازن في نفسيتي متوازن في قدراتي متوازن في تفكيري اتسيتيرا كيفاش نحن نعرفوا ساعة اليوم فيه 24 ساعة نحي منهم 8 سوايع نوم هذاكم لازمين للانسان حتى لو كان الانسان بصفه عامه يقولك انا من مش ديما نرقد 8 سوايع وانا ساعات 6 سوايع تكفيني دونك نحن لهنا ندخلوا في حكايه الساعه البيولوجي دونك البدن نتاعنا يتعود على عدد معين من الساعات للنوم باخذ قسط من الراحه لتجديد الطاقات الداخليه نتاعنا الكل باه فما اللي هو شو يقولك هو اقل حاجه 6 سوايع واكثر حاجه اكثر عدد سوايع نوم هما 8 ساعات دونك راح نمشيو بالنوغم ديما نمشيو بالمعدل اللي يتماشى مع اللي توافقت عليه يتوافق عليه العلم واللي هو توافق عليه دونك البحوثات نتاعنا اللي هما 8 سوايع نوم كافيه وكافيه جدا لتجديد الطاقه الداخليه عند الانسان بمختلف الاعمار بمختلف الاعمار هو مش ما نحكيش على الصغار فوالا خلينا نحكيو ملي نبداو في فتره المراهقه ونحن فوالا ايفيكتيفمون 8 ساعات وكذا المعدل ساعات النوم الكافيه لتجديد الطاقة متاعنا الداخلية به دوك نحينا 8 سوايع نوم من 24 ساعة شو تبقانا سوايع متاع الخدمة وإلا القراية اللي هي ديما تتراوح 8 سوايع زادة كيف دوك ونحطو بيان سور دوك السوايع الأخرين اللي هو ما بين تاخذ معناها ساعة باغ اكزومبل ترونسبور اللي هو النقل ناخذوا ساعة على أساس دوك القيام بأنشطة ترفيهية أو رياضية اللي جينيرالمون ما نحطوه هيش في الجدول نتاعنا من ابين فما شكون فوالا نحطوا زيد سويعه من زمان اللي هو ولا ساعتين من زمان اللي هو قضاء الشؤون المنزليه كسوا تطيب قضيه ايتترا ويلزمنا زيد نحدوا مينيموم نصيف ساعه لرواحنا ونصيف ساعه لصغيراتنا اش معناها مش شويه سونيا نصيف ساعه للصغيرات لا لهنا نلعبوا على النوعيه وليس الكميه وخصوصا للمراه ولا للراجل اللي يخدموا نهار كامل يبدا مسخطو عنده مشقة في العمل نتاعهم يكون الخدمة نتاعهم في اخر النهار فوالا لي سورتو الخدمة نتاعهم تكون فيها برشا مشقة معناها برشا ايفور ايفيكتيفمون ايفور كسوا فيزيك معناها مجهود بدني او مجهود زاد ذهني ايفيكتيفمون دونك نصيف ساعة
تكفي للصغير كي تكون نص ساعة دسمة راهم عليها كونساكري للصغير كونساكري للصغير دونك نقول نوعية جودتها متاعها عالية في النوعية متاعها دونك لو فات تقعد مع صغيرك تحكي معاه تفرهدوا في حاجة معينة تلعبوا لعبة مع بعضكم يحكي لك على هركي مش صارش ما صارش يحكي لك على مشكلة اعترضوا كيفاش نهاروا عديه شعمل شو ما عملش وحاجة اللي استنفع بيهم متنفسك متنفس اللي هو مهم ومهم جدا كيف كيف زاد للإنسان في حد ذاته الشخص بعينه توكيزمه كيف كيف نصيف ساعة يعمل فيها الحاجات اللي يحبها ينجم حتى يعمل نصيف ساعة استرخاء جست يقعد يسمع موسيقى بنينة ولا يقرأ حويجة هكا مزينة يعمل عليها بون كيف المهم هو يعمل عليها جو مهم جدا نص ساعة الروح فوالا هذاك يخليك يرغبوا فيكتيفمون باش يقوم برشا أعمال أخرين وباش يخرجك لي زوند نيجاتيف الكل الموجات السلبية الكل اللي تعدى بها ينجم يكون نهار كامل معناها لو فيت روحوا للدار سي با لا بين باش تقعد تشد أنت مواقع التواصل الاجتماعي وتسمع باغ اكزومبل الأخبار السلبية ولا شنو اللي صار ولا تتكلم مع انسان يحكي لك على مشكل ولا معناها زيد يغير لك لي بيرسون توكسيك ايفيكتيفمون دونك لي غير عليهم نهار لي غيرونا المزاج نتاعنا بالعكس نجم تحكي باغ كونت نجم تتواصل مع عباد اللي اون فان كونت يفرهدوك معناها حتى هاتفيا نعملوا جروب باغ اكزومبل نعمل في نوكات اكسيتيرا ايفيكتيفمون دونك قلت لك علاش انا قلت لك كل يعمل حاجه يحبها دونك عطيت انا امثله مي لكن اكيد فما برشا شويه فما شكون يروح باغ اكزومبل يعزف معناها على العود ولا يعزف على جيتارة ولا دوك فما الإمكانيات معناها موجودة حتى بأبسط الأشياء أو لو فات حتى يعدي نص ساعة مع صغير ويلعب غميضة في الدار ولا يلعب بسلسال ولا كولوغا أي حاجة دوك في ديجا هو يراه متنفس دوك هذوما حاجات مهمة ومهمة جدا دوك هذوما كيفاش يزمنا نقسم وقتنا في النهار دوك هذه حاجة معناها أكثر من مهمة علاش على خاطر هو أنفانت كونت شي قالك يقولك هو حتى اللي صنع الكوكوت صنع فيها متنفس دونك اوني بتعبير مجازي هو افكتيفمون دونك نحن نهار كامل عنا تراكمات فما تراكمات ايجابيه طوميو فما تراكمات سلبيه اللي نحن ما نجموش ساعات بالوقت تجياجي عليها معناها تحاول تسيطر عليها فما حاجات اقوى منا حاجات ملزمه مسقطه ايتترا تجيك على غفله ماكش مبرمجها هذه الكل دونك يخلق منه ضغط نفسي يصير تراكمات فيها لكن الحاجه الوحيده باش ما تخلينيش تنفجر في وقت بتتخ ساعات الغير مناسب او في المكان الغير مناسب نحن نقولوا كل قطره اللي فايضت كيس باسي تري امبورطون كون نحن نعمل متنفس به يقول القائل شو الفرق ما بين كيفية التحكم في الضغط النفسي والتحكم في الوقت لهنا نقطة الفارق اللي في الضغط النفسي يصير انفجار في وقت من الأوقات ما عاش النجم نتحكم في الريزيرف اللي نحن عملناه ولا في التراكمات في الوقت لا ما يجيش انفجار باغ كونتر يصير ديكومبونساسيون اللي هو شنو اللي هو التحول الى 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 الجانب المرضي بطريقه مباشره اللي حكينا عليهم معناها ندخلوا فيها سوني المعلومات هذا من غير ما نفيقوا من غير ما نفيقوا دونك اون فان كونت هما فما برشا اعراض مؤشرات اللي احنا ما نفيقوش بهم والا ما نعطيوهمش بلوتو اهميه اللي هو الارق الاضطراب في النوم كيف اضطراب في الماكله لو فات يولي ما عاش عينك باش تعمل حتى شيء تولي منزوي ومنطوي يولي تولي كل يوم تعمل في الحاجات بصفة روتينية وانت ما عندك فيها حتى قومكش شيخ عليها تعمل فيها على خطر ملزمة باش تعملها لين توصل انت ساعات فما مصطلح سمحني باش نستعمله ساعات تجيك باسيونت تقولك انا اسم الله عليه تقوش عليه تذكيني تضربت على يدي لعاد النجم لا نقضي لا نطيب لا نتليه بصغاري كنت موسوسة كل حاجة يزم في وقتها كل حاجة منظمة في وقتها تو ما عاش النجم نعمل حتى شيء شوف ما فرق ما بينه وبين الاكتئاب علاش على خاطر الاكتئاب ماناش واعيين نبداو كاريمون لو غو معناها داجير مش موجود نفقدوه لكن هذا اوني كونسيون واعيين اللي فما حاجه سافا با ولكن ما نجمش نسيطر عليها ما نجمش نتجاوزها تدخل مصطلحها فوالا ما نجموش نتجاوز الحاله ما نجم دونك واعي ولكن ما نجمش نتجاوز هذا هو الفرق دونك معناها اوني كيفيه التصرف من ايفيكتيفمون دونك لهنا سي تري سامبل ناخذ ورقة وستيلو ونقولها شو الحاجات اللي تحب تعملها وشو الحاجات اللي اليوم وليت تعملهم آليا
أيوة. ما عادش تحسبها، تحس روحك تقوم وحدك ديجا معدله كيما نقولوا معمره على الحاجه هذيك. ساعات واحد يقول لك نبدا نسوق في ثنيه ومش انا مخي سوق سقيه سوق بيا، معناها ساعات نوصل لبلاصه وانا ساعات نبدا مثلا اليوم نقول باش نعمل حاجه جديده مش باش نجيب الطريق هذا باش نعمل قصه اخرى، تلقى روحك مشيت في نفس السيركوي. علاش؟ على خاطر جوستمون استنسنا بك الروتين هذاك لين ولا اللي ريفليكس نتاعنا دوك ولاو بروغرامي، ردود الافعال مبرمجه بطريقه اوتوماتيكيه اللي ما عادش فما اكل بريز دو كونسيونس اكل وعي اللي ساعات نفيق بيقول لا انا فاش نعمل يلا خان غير يلا خان جدد. هذه هي اللي مش موجوده في السندروم جوستمون. انت قبيله سوني حكيت على تحديد منها تحديد الاهداف ومنها تحديد الاولويات، شنو هو اللي يسبق جينيرالمون؟ هل انه اولوياتنا تسبق اهدافنا والا لازمنا نوصلوا للاهداف نتاعنا اونتخ تو؟ معناها هي في هذا الكل هو تحديد الاولويات هو اللي يخليك تنجم تحدد معاهم الاهداف. علاش؟ على خاطر هو كل شيء بالنسبه لنا المهم، لكن فما الاهم. بمعنى اللي انا مانيش باش نصغر اي حاجه ولا مش باش نعطي قيمه للاشياء اللي انا نعمل فيها، كلهم عندهم قيمه ولكن كلهم عندهم اهميه بنسب مختلفه. دونك تقول انت انا اليوم عندي وقت محدد باغ اكزامبل، ما نعرفش انا مثلا انا عندي اليوم فضاء كان بتاع ساعه برك، في الساعه هذيك عندي 3-4 أهداف لازم نعملها. أنا هو لليوم أنا هو الهدف اللي نجم يصبر، هو مهم لكن نجم نزيد يصبر عليا نهار اثنين، لكن أنا هو اللي يلزمني توا تود سويت، معناها مسألة حياة أو موت. هذاك شنو هو؟ أنت بالوقت كيفاش تولي تعرف كيفاش تحدد الأهداف نتاعك من الأهم إلى المهم، من غير بيان سور ما تتناسى الآخرين، على خاطر أكيد هذاك باش يعاود يجيك في ما عادش ينجموا يصبروا وتلقى روحك عندك تراكمات تاع أهداف كبيرة وكبيرة برشا اللي أنت ما تنجمش تلبيهم في وقت محدد. دونك مثابيك فيكتيفمون على اول اي حاجه تجي باش تعملها ديما تحدد اولوياتك، من ضمنها تلقاهم الاهداف اوتوماتيكمون تحدوا بطبيعتهم خاطر اون فات يلزمك انت تعملهم الكل. ولكن فما حاجه كيف ما قلت لك نجم تصبر بارابور على حاجه تخدينا. مثلا باغ اكزامبل عندك قدامك ولدك يبكي والطنجره مثلا فوق الغاز باش تحرق، زوج مهمين، صغيرك يبكي لا قدر الله صارت له حاجه وفما حاجه باش تحرق فوق الغاز، دونك انا هو الاهم في الزوز هذوما في الوقت هذاك، هما زوج مهمين اما انا هو الاهم والمهم. ولدي يبكي نمشي له اهم من الطنجره بالنسبه لي. دونك لهنا الطنجره اهم من صغيرك. علاش؟ خاطر لا قدر الله الطنجره تتحرق تنجم يولي فما حريق في الدار ايتترا، لكن هي نتاع التنقيزه باش تمشي تطفي. اي فوالا هذا شنو نقصد انا ثانيه، معناها في التصرف. دونك معناها في التصرف الغاز اهم من 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 في التصرف. دونك دو اجير فوالا. دونك معناها لي بريوريتير نمشي نطفي الغاز وبعد نرجع لولدي. فوالا دونك نولي هنا ديجا معناها لي بريوريتير هي باش يكون الغاز. فوالا دونك التحليل معناها هو اللي مش بطريقه صحيحه. فوالا دونك لازمنا ديما نمشيو في باش تحدد الاولويات لازمك تقرا من قبل العواقب. الحاجه هذيك كان ما نعملهاش قبل الاخرى شنو ينجم يصير؟ وراهي تولي حاجه تلمون نمارسوها راهي تولي حاجه معناها تدريب تولي تدريب تولي بعد تولي هو سما ابرونتيساج كونديسيوني هو التعلم المشروط صحيح. دونك التعلم المشروط اللي هو يخليك بشويه بشويه لين يولي ما عادش مشروط، يولي لك ريفلكس. دونك يولي لك حاجه بديهيه باش تعمل، توليك حسيس اذا تحط في اي وضعيه نتاع هكا تعرف كيفاش تتصرف، تعرف ايفيكتيفمون كيفاش تتصرف. وبيان سور هذوما ما نجمو نتعلموهم كان التجارب. جوستومون في خدمه هذه كل هيت نحكيو سني على الواقع نتاعنا اللي جينيرالمون احنا قلنا حتى قبيله بشويه على المراه اللي هي ديما تبجل الناس الكل وتبجل العيله نتاعها على حسب المراه. فوالا ديما مش مشكل المراه فيمينيست نتحسن شويه بحتى الراجل. فما من الاشخاص خلينا نحكيو بصفه عامه ونتناولوا بصفه عامه، فما شكون اللي بجل لك غيره باش يعمل القضيه نتاع غيره حاجه غيره يحقق رغبه غيره ارضاء زيد غيره اللي لازم يكون. علاش انا بعد ساعات سني علاش فكره المراه اللي معناها تحب دارها نظيفه صغارها معناها منظمين كل شيء بارفي غيان كو باش ما تسمعش لي رمارك غيان كو باش ما تجيش رمارك الوغ كو وصلت هي لك الارهاق النفسي اللي ينجم
يقلقها وتنجم جوستومون ما عادش تنجم تدارك الليتا اللي وصلت لها. افكتيفمون هو علاش انا عملت لك ملاحظه صغيره سامحني مشكله أيوة خاطر حتى الرجال زاد ساعات الراجل تلقاه صاحبه وقال له لازم تجيني القهوه اكيد عندي ما نحكي لك يخلي ول مرته معناها تخرج من الدار باش مشي تروح بصغيره لقوا في ثنيت المؤسسه التربويه نتاع صغيره دونك معناها يلزم يرضي صديقه قبل ما يرضي تدخل مستلزمات العائله ايتترا دونك لهنا افكتيفمون فما مشكل نتاع التصرف في الاولويات افكتيفمون افكتيفمون يمكن تدخل نحن خاطر ديما كي نقولوا مراه نسلط الضوء على الدار على الاولاد على تظهرنا اللي هي قلت تظهرنا المسؤوليه الكل عليها هي مسلطه افكتيفمون دونك لهنا شنو اللي دونك سؤالك جوست باش نعاود نذكروا دونك قلت لي شنو اللي يخلي الانسان فوالا الانسان يبجل جوستمون حاجات غيره بل هو في حد ذاته شو نقول سهله على الاخر راهو باش يجي وقت تستنفذ رصيد نتاعك رصيدك من الجهد ومن الطاقة ومن سعى البال ومن المجهودات النفسية والبدنية والكلهم بعضهم أنا ما نخليش روحي حتى لنوصل طاقتي صفر أي. أنا يلزمني وين ينقص عليا نزيد دي يلزم ديما نبدأ وين حس الطاقة متاعي نقصت يلزمني نجددها ونطور فيها ونزيد نعبي الريزرفور متاعي بتخ أكثر ونشبع روحي بحاجات معينة باش نجم نعطي فاقد شيء لا يعطيه دوك الأم اللي تستنفذ الرصيد متاعها الكل من وساع البال من 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 لهوة من ضافة من من الحذيقة إتسيتيرا باش يجي نهار تحتاج هي شكون يعاونها وشكون يقف معاها لكن مالوغوزمون تلمو ما خليتش غيرها اللي هما صغارها ولا رجلها يساهموا معاها جوستمون في الاشغال اليوميه نتاعها دوك شي يجي وقت ساعه اولا هي مش ترضى بحد حد شكون يعاونها ونهار اللي تستحق شكون باش يعاونها مش تلقى حتى حد على خاطر ما خلت لهمش الفرصه باش يتعلموا ديجا هذايا ديجا مشكل في حد ذاته المشكل الثاني اللي نهار اللي صنف الثقه تاعها راهو صعيب برشا تعاود تجددها خاطر راه مش كيف ما توصل كونتور زيرو كيف ما احنا نقولوا توصل كونتور مازال فيه 10 ولا 15% ولا 20% راه ماهوش كيف كيف يعني ال 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 النفسيه يعني نتاع الانسان ما يميزمكش تخليه كونه سيء يفشل يفقد كل شيء خاطر اذا يفقد الطاقه نتاعه معناها هو فقد الرغبه في الحياه يولي ما عادش عنده قيمه كبيره للحياه وهذا هو الخطر اللي خلينا نمشيو للامراض النفسيه دونك نحن اسم العنيق قبل ما نوصلوا لهذاك الكل على خاطر راهو ما تتخيلوش هين كونك انت ماشي بروحك ما تهنوش افكتيفمون باش يجي وقت اللي الانسان سيتمرد على الحياه هذيك بطريقه او باخرى سواء هو باش يتمرد دونك باش يبعد ويبريفير يخلي يليستومبي كل شيء فما ساعات ناس تلقاهم عاشرين بعضهم سنوات عديده وبعد فجاه يقول لك انا سي ما عادش نجم نعيش العيشه هذه افكتيفمون دونك الانفجار قلت لك الانفجار النجم يصير بطريقه خايبه وخايبه برشا ومش في وقتها ساعات تصير دونك هذاك علاش مهم جدا اللي في عوض نحن نوصلوا للشيء هذاك اللي لازمنا ساعه نكونوا واعيين اللي راهو بدنا و و و و ونفسيتنا عندها علينا حق خاطر احنا ابخيتور واحنا امانه في الجسد نتاعنا دونك لازم نحافظوا عليهم كي نقولوا نحافظ على الجسد نتاعي مش كان حاجه وجعتني نمشي عليها للطبيب راه حتى حاجه تقلقني نمشي عليها للطبيب افكتيفمون مش لازم نمشيو حتى للطبيب قلت لكم فما متنفس كبير وكبير برشا نشغلوا روحنا بحاجه معينه نعملوا هوايات نعملوا ساعات شو العمر ما يحددلكش القرايه وقتاش لازمك تقرا وما تقراش راه في اي وقت تنجم وقت انت عندك الرغبه باش توصل القرايه نتاعك راك تنجم تمارسها كان عندك هوايه عندك قداش انت على خاطر ظروف معينه عرضتك ما جبتش تعملها راه في اي وقت نجم ترجع للهوايه نتاعك راه في اي وقت نجم تغير نظام حياتك الى الافضل بيان سور مش الى الاسوء ساعات كي يكونوا عندك صغيرات صغار برشا في العمر تقول بون بيريود هذه لازمني نقص بتيت باش نضحي على خاطر صغيراتي باش يكبروا شويه ايتترا اما لوجو اللي تعلم صغارك المسؤوليه ويتحملوا مسؤوليه رواحهم بس تتلفت روحك هو حتى المراه ولا الراجل اللي عندهم صغيرات مازالوا في عمر صغير راهو ينجموا يتريتحوا على بعضهم اش معناها معناها نهار اللي المراه تتعب دونك تخليه راجلها يكون مسؤول على على اولاده باش هي تاخذك المتنفس نتاعها باش تجدد طاقتها ولا عكسه بالعكس علاش نحن مره النقطه هذي علاش نحن مره مريم كانت تتذكر اللي حكينا على الزواج وعلى معناها وتقاسم الادوار قلت ما فماش تقاسم الادوار الحاضر يززي فيكتيفمون معناها تجيب الصفه معناها
طبيعية ما نست... ما نف... عفوية اللي انت تصرف معنا وحدك وحدك تجيك الرفليكس لقيت مرتك متقلقة انت تبادر وهي كيف كيف القطرة افكتيفمون ما يزمكش تتقوى على بدنك ولا تعطي ولا يزمك ما تخلي فك روح فك التصوير المثالي اللي انا نقوم بكل شيء وانا يزمي نسيطر على كل شيء لك ما تنجمش تكون كل شيء ابخي تو الحياة معناها القفة ما يهزوها زوج جديد تنجمش تهز بيد واحدة كيف كيف تصفيق تنجمش تصفق بيد واحدة يزم بزوز دونك المعاونة مهمة ومهمة جدا ديما للي محافظة على التوازن النفسي والتوازن الأسري انتخط والجسدي والذهني باش ما ناخذش برشا من وقتك سونيا ونحاولوا نعطيهم بعض الأعراض اللي نجموا يظهروا جوست معناها على هذه فترة الإرهاق من ثم نصائح نختموا بها الموضوع دونك الأعراض كيف ما قلت لك دونك الأعراض اللي هي تتشابه للاكتئاب مي جوست الفرق ما بيناتهم اللي هذا واعي بهم وهذاك مش واعي بهم دونك مسيش نعاودوهم باش للساده المستمعين اللي ما سمعوهمش كيف ما قلنا الارق التعب في سما نتعبوا ما عادش عندنا رغبه في فعل الاشياء اللي مستنسين كي نعملوهم نشيخوا عليهم ونعملوا عليهم جو ندخلوا في نظام روتيني قاتل الانسان معناها يتحمل مسؤوليات اكثر من القدرات نتاعو يلقى روحه ما ينجمش ايبويزي وما ينجمش اصلا يحقق حتى شيء معناها انسان تعطيه 2-3 بروجي معناها تعطيه 3-4 مشاريع ياخذهم الكل ويقول لك اي نجم نعمل وبعد في الاخر ما يقدم لك حتى بروجي فيكتيفمون دوك هذا مهم جدا دوك يفقد الرغبه في الاشياء مع شيت له بروحه فما قلق في الماكله قلق في النوم قلق في المزاج زاده ساعات المزاج نتاعو ديما جينيرالمون عرفتك اللي متوتر على اعصابه لي كريز دونغواس ايتترا ساعات يحب يعمل حاجات لكن ما عندوش القوه باش يعملها باغ اكزومبل مثلا يحب يخرج ما نجمش ما يلقاش شكون يشجعه حتى كي تشجعه يقول لك لي بون خلي غدوه يلقى لك اي سبب باش يهرب منه على خاطر ما عند يقول لك كذا ما عنديش جهد معناها مشكله في القوه الجسديه والذهنيه اكثر من حاجات اخرى فوالا كيفاش نحاولوا تفاديا لهذيا الكل افكتيفمون دونك ديجا نحن كنا نحكيو فيه اون فوتو فوالا جوست ديما يحب الحاصله سايف مش بعد يخرج لنا هكا دونك احسن من بين احسن الحاجات اللي نحن نجمو ندربوا عليها رواحنا اللي هو قيام بجدول اوقات كاريمون نعمل جدول اوقات ننظم في روحي شنو لي تاش المهمين اللي عندي اليوميه اللي لازمني نعملهم شنو الحاجات اللي نجم نعملهم بطريقه اسبوعيه شنو الحاجات نجم تستنى بطريقه شهريه ايتترا دونك هذوما ونكتبوه مع كاريمون نكتبوه الجدول ذا ونعلقوه قدامنا كانه تعهد نفسي انا سالتزم بهذا الميثاق اللي عملته بيني وبين روحي باش حتى نهار هكا لي اتباخل ولا اي ولا اخل بهذا النظام دونك نرجع ونقرا نقول هذا ما عملتيش توا وقايت لازمني نعملها ايتترا كيفيه التحكم في الاولويات دونك شنو هو المهم وشنو هو الاهم هو الكل مهم لازمكش تستثني حتى شيء في حياتك خاطر كل جزء هو في بارتي من حياتنا نحن دونك مهم جدا زادا تعمل كيف ما قلنا قبيله هو وسيله تدريب نتدربوا شنو هو كيفاش تتدرب تقول هي اما اخطر هذا ولا هذا اما ابجل هذا ولا حتى انت كي تجيب تصرف مثلا في فلوس تقول ان حب ماذا بيا نشري كذا وكذا 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 اما عندي اولويات باغ اكزومبل بيدجي هذا ما يكفينيش الشهر هذايا هذا نقرا ميساج نجم زيد يستنى خلي الشهر الجاي ايتترا دونك هكا الانسان يتعاود بالتجارب وينظم روحه بالطريقه هذه واكيد باش يخلط باش يتفادى اللي كنا نحكيو فيه الكل يعطيك الصحه سونيا جولي الاخصائيه والمعالجه النفسيه احنا تو بعد خاطر نسي مالوغوزمون الالتزامات مهني دونك لازمك تغادرنا في التوقيت هذايا متصور عطيتهم فكره تو بعد باش ناخذوا انا ان شاء الله باش ناخذوا من التجارب مع اساتذه مستمعين كيفاش قاعدين يتصرفوا هل انه قاعدين اسكو يطبقوا في النصائح هذوما اللي قدمتهم سيادتك والا لا كيفاش قاعدين يجاريوا في النسق نتاعهم وهل انه زاده باش يقتدوا بمثل هالنصايح غير كو باش ما يوصلوش لك الارهاق اللي اي فوالا جوست نقطه باش ونحس روحي لي ضميري سي بون معناها مرتاح دوكاتي كل شيء افكتيفمون على حكايه الضمير نقول لك واه كيفاش انا كيف ما قلت قبيله انت بريوريتي ولدي مش واه كيفاش انا ولدي قبل ولا انا سبق لي هو راهو مش على مشكله الماكله باش تحرق ولا اون سون فو الماكله تحرق ولا المشكله لا قدر تحرق شنو تنجم يصير افكتيفمون دونك حكايه مش حكايه ضمير هي حكايه اولويات اللي تشوف العواقب انه العواقب اللي قدر العاقبه افكتيفمون قبل باش تعرف روحك شنو تتصرف فوالا هذا هو يعطيك الصحه سونيا جميل الاخصائيه والمعالجه النفسيه احنا مازلنا موصلين معكم المشوار في منتدى الحياه كيفاش قاعدين تتحكموا في الوقت نتاعكم خاصه في خضم اللي قاعدين نعيشوا فيه قرايه صغار دار ومتطلبات الحياه